وللمزيد مشاهدينا الكرام تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن انحيازه للمرأة هو واجب وطني والتزام أيضا سياسي، في رأيك ماذا قدمت المرأة المصرية لوطنها سياسيا، وما هي أهمية دور المرأة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي؟ خلينا نفتكر كده مع بعض في خلال العقد الأخير وقفة المرأة المصرية بجوار وطنها ومساندة هذا الوطن والدفاع عن مؤسسات الوطن، سواء كانت امرأة عاملة أو من خلال الأم التي كانت تخشى على أبنائها من انهيار الوطن. ثم كان دورها في ثورة 30 يونيو، ثم جاء دورها في إطار الإصلاحات الاقتصادية كما أشار فخامة الرئيس. دعيني أذكر لحضرتك أن مقاله فخامة الرئيس في هذا اللقاء كان، وحيث أنه كان لقاء وديا إنسانيا يتسم بلمحات إنسانية غاية في الرقي، أنه قد وضع كودا أخلاقيا للتعامل مع المرأة من خلال بعض الإشارات التي تحمل المعاني الكثيرة والتي ربما نفتقدها اليوم في إطار زيادة العنف ضد المرأة، وأن ما قام به من توجيهات للحكومة المصرية من خلال إجراءات حمائية للمرأة بكل شرائحها هو أيضا في إطار تقدير المرأة ولدورها في المجتمع. صحيح. طيب دكتورة، يعني هناك توجه كامل وواضح أيضا للقيادة السياسية نحو مشاركة أعمق للمرأة المصرية، وهو ما ظهر جليا في النماذج التي تم تكريمها اليوم. برجاء إلقاء الضوء على هذا التوجه من خلال تلك النماذج. دعيني أذكر لحضرتك أن فخامة الرئيس في بداية اللقاء وجه التحية لكل امرأة سواء كانت بداخل البيت أو بخارج البيت أو في أي مكان أو منصب قيادي أو ما قدمته من خدمات لأبنائها وفي إطار حماية الوطن، وأيضا لم ينسى توجيه التحية للأمهات التي يعني اللائي غدرن الدنيا وترحم عليهن وعلى أدوارهن. المسألة تعكس في حد ذاتها أن هناك تكريم للمرأة بشرائحها كافة، المرأة المسنة، المرأة يعني المعاقة، المرأة الأستاذة، المرأة الكاتبة، المرأة نعم جميع النماذج يعني بالضبط كده بكل الشرائح وبكل الفئات الاجتماعية. نعم، شكرا جزيلا لك يا دكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، كنت معنا في نشرة التاسعة.